اهلا وسهلا حبيبتي، كنتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في فيديو جديده وشهيوه جديده. وكنقول لكم مسبقا عيد مبارك سعيد يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه، باش ما تمنيتوا نتوما وليداتكم والاسر ديالكم، وربي يحقق لكم كل ما كتمنوا ان شاء الله في هذه الحياه، وربي يتقبل منكم الصيام والقيام ان شاء الله، ويجازيكم خير الجزاء. غادي نشارك معكم البنات الطبيله ديال الغداء هكذا باش تحضروا وجبة الغداء اليوم العيد ان شاء الله. هاد الوصفة هادي عندي مطلوبة يعني بالنسبة للبنات اللي متابعيني، دائما كيبغيو نشارك معهم طريقة ديال تحضير الدجاج بضغميرة. بزاف البنات وكنت كنقول لهم غادي نشاركها معكم غنشاركها معكم، الان جا الوقت باش نشاركها معكم ان شاء الله. غادي نديروا الدجاج مضغمر على حقه وطريقه، ولكن بلا طنجرة بلا حتى شي حاجة. غادي تشوفوا معايا طريقة سهلة، الدجاج كيجيكم غزال محمر ومضغمر ولكن بلا تعب وبلا اي مجهود، والطريقه سهله وبسيطه. وكذلك التوابل، واحد العنصر غادي نضيفه في الدجاج ديالنا غادي يعطيه واحد البنه يا سلام، بحال داك الدجاج اللي كناكلوه في العراسات او لا في الافراح المغربيه. وغادي نشارك معكم شليضات مغربيه من المطبخ المغربي، ساهلين وبسيط كيوجدوا في اقل من ثانيه. غادي تخليكم معايا، غادي نشارك معكم التوابل اللي غادي نحتاج بالطريقه ديال تحضير هذا الدجاج هذا ان شاء الله، الطريقه تعجبكم. وكنقول لكم نبداو الفيديو على بركه الله. الملح ما تكثرش منه، لان ديجا خصنا الدجاج بالملحه والحامض والخل، يعني فاش كيترقد راه كيتشرب شويه ديال الملحه، وبالاضافه غنزيدوا له شويه ديال المصير، دونك ما نكثرولوش الملحه. غادي نحتاج الخرقوم واحد المعلقه صغيره ولا معلقه ونص، شويه ديال الابزار. درت انا هنا الابزار، غندير الابزار الابيض هكذا باش ما يكحلش داك المرقه. وعندي هنا الثومه واحد 3 ولا 4 ديال الدريسات ديال الثومه، عندي زعفران الشعره اولا الضويمه ديال البنه، والعطريه البنات اللي كتجي زوينه بزاف هي اللي غادي نضيفو، اللي غتعطيكم واحد النسمه زوينه واحد البنه في الدجاج ديالكم المضغمر، هي راس الحانوت. غندير واحد نص معلقه راس الحانوت، الا عندكم الدجاج بزاف غادي ديروا جوج المعالق ولا يعني معلق صغار. هذا راس الحانوت البنات فيه ثلاثه المكونات اللي هما رئيسيين، فيه بسيبيسه وفيه قاع قله وفيه نوابره. الا عندكم هاد المواد تقدروا تطحنوهم، غديروا المهم الكميه ديال البسيبيسه اكثر من الكميه ديال قاع قله اولا حبه هيل، والنصف ديال ديالهم غديروها ديال النوابره، باش هكذا تجيكم الا كنتو غطحنوها على يديكم، سينو غادي تشريوها واجده يعني اولا غتشريو راس الحانوت ديال الدجاج، راه كيتباع يعني اللي كيبيعوا التوابل. غادي نحتاج شويه ديال الحامض مسير واحد جوج معالق كبار، غادي نحتاج كاس غادي نحتاج كاس ديال زيت المائدة، كاس صغير كذلك من زيت الزيتون، وواحد نص حامضه معصره. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج لهاد التسبيله ديال الدجاج. غادي ناخذ واحد الصحن كبير غادي نوضع فيه العطريه. هنا ما قلت لكمش هنا عندي السمن وعندي شويه ديال الهريسه، بالنسبه اللي كتبغيو الحرش فيها انا درت غير القليل ديال الهريسه باش ما تجيناش حاره. غادي نوضع التوابل، غادي نضع القزبره والبقدونس
غادي نوضع سكينجبير، ثومه دويمه ديال زعفران شعره، و العطريه ديال راس الحانوت. غادي نحاول نفرتت هذا الدويمه هنايا، الا عندكم زعفران شعره البنات غادي ديروه. غادي نضيف سكينجبير، غادي نضيف الهريسه والسمن، غادي نضيف الحامض مسير، وغادي نضيف شويه ديال الماء حوالي واحد الكاس، وغادي نخلط بها هاد التوابل. ما نديروش البنات الزيت نهائيا، علاش؟ باش الدجاج ديالنا يتشرب لنا هاد التوابل هادي. كيف ما كتشوفوا منين بغيو غادي نشرمنوا الدجاج، من الاحسن ما نضيفولوش ليدام هنايا، نضيفو فقط الماء باش هكذا داك الدجاج يتشرب لنا التوابل ديالو. غادي نضيف هاد النص حامضه معصوره باش يعطينا داك الهشاشه ديال الدجاج، ويجينا هشيش وطيب مزيان. صافي غادي نقبض دابا الدجاج ديالي، وغادي نبدا نشرملو هاد الدجاج البنات. السر اللي غادي نشاركو معكم هو اننا غادي نديرو دجاج محمر مدغمر، ولكن فقط في الفرن، ما غاديش نديروه في الطنجره. بزاف البنات ما عندهمش طنجرات كبار، بزاف البنات ما عندهمش الوقت باش يبقاو يحركوا الدجاج ديالهم ويقلبوه، لان الدجاج المحمر خصو دائما تبقاو تحركوه. دونك غادي نديروه هذا محمر ومدغمر فقط في الفرن. كيف كتشوفوا البنات الدجاج من بعد ما غسلته قطرته مزيان غادي نبدا نشرملو. غادي نشرملو بحال هذا الشكل هذا مزيان، يعني من الداخل ومن برا. غادي نبقاو نقلبوا بحال هكا، وغادي نحاول يعني ندخلو حتى ما بين هاد الجلده هادي باش يجينا مشرمل مزيان، وندخلو له كاع حتى لداخل في البطن ديالو باش يجينا شارب هاد الشرموله هادي. الا كنتو البنات غادي طيبوه للغدا، من الاحسن تشرملوه بالليل، بالليل تشرملوه وتغطيوه بالفيلم اليمونتير وتخليوه هكذا حتى لغد ليه ان شاء الله، وعاد طيبوا. هانتوما شوفوا تحلوا، حاولوا تحلوا له هاد الجلده هذه باش تعمروها من هنايا. ولا كنتو غادي طيبوه للعشاء، من الاحسن كذا تشرملو في الصباح بكري وغطيوه، خليوه هكذا يرتاح وهو يشرب داك الدغميره ديالو ولا داك التوابل وصافي. وطيبوه يعني كل ما بقى كل ما كيزيد يشرب داك التوابل. غادي ندير نفس الشيء مع الدجاج الاخرى. غادي نخليه دابا هكذا غير يتقبض صافي، ونخليه هكذا يترقد واحد المده طويله. كل ما خليتوها البنات كل ما غادي يكون الدجاج ديالكم زوين وبنين وهشيش، ويعني حتى الشكل ديالو غادي يكون زوين، غيجي عاطي داك اللون الذهبي. صافي البنات دابا ملي غنبغي نطيب الدجاج ديالي غادي ناخذ واحد المول هكا اللي غندخلوه للفران، المهم واحد المول كيف ما بغى يكون، المهم غادي ناخذوه القياس اللي غادي يهز لنا هادشي يعني الكميه ديال الدجاج ديالنا. غادي ندير فيه البصيله، هادشي هاد الطريقه هادي البنات تقدروا ديروها في الطنجره، غتاخذوا طنجره وتحطوا فيها البصيله ديالكم مع الزيت وتحطوا الدجاج وصافي وتطيبوه، ولكن غتحتاجوا انكم تقلبوه شي شويه، غتحطوا على الجهه ديال الصدر وغادي تبقاو تقلبوه مره على الصدر مره على الظهر حتى كيتشرب مزيان داك العطريه وداك الشرموله وكيدخل فيه شويه طياب. صافي كتخليوه مغطي، يعني الطنجره غير ما مغطياش كلها، يعني داك الغلاقه كتكون غير هكا نص نص، وكتخليوه يطيب وصافي. ومن بعد كتجبدوه عاد كتحمره. انا في هنايا غادي نحطو وما غادي نقلبو ما حتى شي حاجه، غادي نشعل الفران الفوق والتحت وغادي نخليه يطيب على جوج جهات. والدغميره البنات من بعد عاد غادي تشوفوني كيفاش غادي ندير لها مع الكبيده، غادي ندير لها يعني دغميره مع الكبده، ما غاديش ندير دغميره غير بصله فقط. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير البصيله، غادي ندير البصيله كيف ما قلت لكم يعني واحد الكميه ديال ثلاثه ديال البصيلات هكذا متوسطين. غادي ناخذ زيت المائده هو اللي غادي ندير دابا، ما غاديش ندير زيت الزيتون البنات، غادي ندير زيت المائده.
هاد المراحل البنات كيف قلت لكم هادو هما اللي نقدروا نديروهم يعني سواء في الطنجره او لا هكذا في هاد لومول هذا. علاش انا اختاريت لومول؟ كيجيني ساهل مع ضيق الوقت ومع كيجي زوين وما كنبقاوش نقلبو حتى كيتشنس في الدجاج حتى كيتهرس حتى كي يعني ملي كنبقاو نقلبوه نقلبوه خاصه يعني كانت عندنا شي طنجره اللي ضيقه يعني الدجاج كيجينا مطردق ما كيجيش هذا يعني كيجي غزال البنات. صافي غادي نحطو بحال هذا الشكل هذا وغادي نحط الدجاج هنا يعني مقاد بالبوزيسيون اللي غادي يطيب فيها الدجاج البنات. نسيت ما قلت لكمش انكم يعني في هذه المرحله ما نسيت ما قلت لكمش انكم تاخذوا واحد العود وتبقاو ديروا له بحال هكذا يعني باش داك الشرموله تدخل له يعني من الاحسن يعني تسكوه باش كيجينا يعني داك الدجاج داخله فيه الشرموله كنبقاو نسكوه غير بواحد العويد بحال هذا اولا اون فورشيت صافي كنسكوه هكا في الخيضات ديالو. وعلاش البنات حتى فاش فاش كيطيب ما كيجيناش فيه داك الدم اللي كيكون بحال اللي كيتحقن داك الدم كيبقى يطيب وما كيلقاش داك الدم منين كيخرج وكيبقى يتجمع لنا فاش كنكونوا كناكلوا كنلقاو داك الدم مجموع هكذا حدا العظيمات. هادشي علاش كندير هاد لاستيوس هادي باش كيخرج لنا داك الدم من الدجاج. دونك غندوز عليه كامل والاكثريه في الجهه ديال الصدر والجهه ديال الفخاد باش البنات غادي نجمعوا هاد الرجيلات هادو باش ما يجيوناش هكذا محلولين. لان هنا فاش كنشريو الدجاج كنلقاه كله محلول من هنا ما كنلقاش كنديروا له باش غنجمعوا له رجيلاته. اما كديروا داك الخيط ديال الطعام اللي كنشدوا به اولا كنديروا واحد الثقب هكا يعني بسكين في هاد الجليدات هادو وكنجمعوا فيهم هاد الرجيلات هادو. كنقبطوا هاد الرجيله هادي يعني بحال غنعكسهم غنديرهم بحال هاد الشكل هذا. كنقبط هاد الرجيله كنخشيها هنا يعني كنديرها في الجهه المقابله غنوسع فقط هاد الثقب هذا كندخلو من هنا من الفوق كندخلو هكذا هكا وكنجيب الرجيله الاخرى. كنتمنى ان الفيديو يكون يعني باين لكم موضح. كنجيب الرجيله الاخرى وكنخشيها من الجهه المقابله. ها انتم البنات هما الرجيلات جمعوا لنا مزيان. ها انتم شوفوا الدجاجه الرجيلات ديالها مجموعين شفتوا ها انتم ما تحتاجوا لا خيط لا والو. الا عندكم الخيط كتعاودوا اما تثبتوا به اولا ديروا هاد لاستيوس هادي وزيدوا عاد تثبتوا بالخيط. غندير نفس الطريقه لهاد الدجاجه هادي حتى هي نفس الشيء. نجيب هاد الرجيله هنا ونجيب الرجيله الاخرى الجهه المقابله صافي وحنا جمعناهم مزيان. غادي ناخذ اللومول ديالي وغادي ناخذ الدجاج وغادي نحطو بحال هذا الشكل هذا على الصدر ديالو باش يبان لكم مزيان. غادي نوضعو على الصدر ديالو نديرو مكيم ما تبقى لي من المرق. هانتوما داك المرق غادي نخويه هانتوما كيف ما كتشوفو غادي نديرو بحرا يطيب لي هاد الدجاج هذا وهاد البصيله هادي. كي قلت لكم البنات اللي درتو في الطنجره غادي البصيله غتشحروها في الاول واحد شويه على ما تنزل عاد غادي ديروا هاد الدجاج وتزيدوا المرق. داك الطبسيل اللي كنت مشرمله فيه هو اللي غادي نضيف فيه واحد شويه ديال الماء ونخويه فقط في الجوانب ما نخويهش البنات على الدجاج باش الدجاج ما يتغسلليش من داك التوابل ديالو وداك العطريه. ها نتوما كيف ما كتشوفوا الدجاج ديالي صافي راه يعني مقاد. غادي نقبط وغادي نغطيه بالورق ديال الفرن ومن بعد غادي نغطيه بالبابي الومنيوم ونسدو مزيان ونغلقو له الجوانب وندخلو يطيب في الفران. الفران ديجا درتو كيشعل على 200 درجه وصافي غادي نخليه يطيب الوقيته اللي نحس بيه صافي بقى كيدخلو الطياب نقدر نحلو ونبقى نهز شويه المريقه من هنايا ونسقي به الدجاج. كل ما خديت هاد المريقه وسقيت بها الدجاج كل ما كيجي هاد الدجاج زوين ومبنن.
المهم غادي نغطيه دابا وندخلو الفران. كندوز واحد ساعه د الوقت وكنحس داك الدجاج صافي راه بدا يطيب، لانه فاش كتشرملوه قبل راه دغيا دغيا كيطيب، ما كياخذكمش الوقت. غادي تحلوا الفران وغادي تبقاو تاخذوا داك المريقه هذيك وتسقيو بها هذا الدجاج. المريقه البنات كتجي من الدجاج حتى هو كيطلق الماء، وكذلك البصله. وانا ضفت واحد كاس الا ربع ديال الماء باش هكذا الدجاج يطيب يعني في المريقه، لان محتاجه المريقه. ولا بغيتوه يجيكم معسل ما تضيفوا له لا ما لا حتى شي حاجه، الا ضفتوا غتضيفوا واحد ربع كاس، يعني واحد ربع كاس هو اللي غتضيفوا، وغادي تجيكم ديجا داك الدغميره غادي تجيكم مدغمره في الفران، ما تحتاجوا شي زعما هذا تغمروها في الطنجره. انايا كنت باغيه المريقه، بغيت هكذا لان درت المريقه شويه بزايد. صافي من بعد ما هكذا كيطيب لي الدجاج كنخرجو كنسقطرو شويه وكنديرو في الصحن اللي غادي ندخلو يتحمر، وكناخد شويه ديال السمن البلدي. السمن البلدي البنات هو اللي كيعطي داك النكهه الغزاله والنسمه الرائعه. الا ما عندكمش غادي تستغناو عليه، دونك غادي ندهنو وندخلو الفران يتحمر. وهنايا هذيك المريقه اللي بقات لي درتها في الطنجره، وعاد دابا ضفت الكاس ديال الزيت البنات اللي ديال الزيت الماء زيت الزيتون اللي خليناها في اللو الاول، عاد ضفتها دابا مع واحد جوج بصيلات صغار، وغادي نديرهم يتشحروا، وغادي نضيف شويه ديال زعفران شعره، وهكذا غادي نخلي هاد المريقه كتعقد وهي كتتغمر حتى كتوقف داك البصيله. وكذلك غادي نضيف لها الكبيده، هنا ما بانتليش في التصوير الكبده، كنسلقها نص سلقه وكتحيد لنا داك الكحوله ديالها، وعاد كنقطعها طريفات وكنضيفها هنا في الطبق. غادي يبان لكم داك الكبيده وكيفاش جايه زوينه مع المريقه. دابا خلينا الدجاج كيطيب وغادي ندوز نعجن الخبيز ديالي. طريقه العجنه البنات كنشاركها معكم ماشي مره ماشي جوج. طريقه سهله، كندير كاع داكشي اللي عندي، الدقيق الفورص، السميده، الزرع اللي عندي، الزريع ديال البودر الشيا عندي، ديال نور الشمس، اي زريعه عندي، ونقدر نضيف حتى الشوفان، وكنعجن وصافي بالخماره ومليحه والمدافي وصافي، وكنقرصهم وكنزينهم بحال هكذا بشويه ديال الشوفان الا كانت مدخله فيه الشوفان، وشويه ديال بودر الشيا، وكنخليه يخمر على خاطرو. ومني كنبغي نطيبو البنات دائما كنرشلو الوجه ديالو بالماء باش هكذا كيجيني الخبز مقرمش وكيجي اللون ديالو احمر بحال هادشي، بحال هاد الشكل هذا. ما كنضيفلو لا سكر سنيده لا والو، هاد الاحمرار اللي فيه كيسولوني ديما البنات علاش كيجيك الخبز احمر، فقط كنرشلو الوجه ديالو بالماء وعاد كندخلو للفران. وكيف ما كتشوفوا معايا الخبيز كيجي شهوه منه غزال وبنين البنات، وهانتوما كيف ما كتشوفوا الا بغيتوا كتغلضوا كتغلضوا، بغيتوا تخليوه هكا شويه رقيق، انا ما كيعجبنيش الخبز اللي فيه اللبابه بزاف، المهم كيجي بنين. داك الزرار اللي فيه تاكلوه غير حافي والله الا ما تشبعوش منه. والا بغيتوا تحتفظوا به البنات في الكونجيلاتور بالنسبه للبنات اللي كيخدموا داكشي ما عندهمش الوقت باش يعجنوا كل مره، خليوه حتى يبرد واحد شويه وكديروه في دي ساشي ولا يعني في بلاستيكات وكتدخلوه الكونجيلاتور، كل مره كتجبدوا وحيده ولا جوج على حساب نتوما شحال محتاجين وصافي، وكتجبدوه كيتطلق وكتسخنوه في الفريران ديالكم وكتحطوه كانكم عاد طيبتوه. دابا كيبقى لكم شحال ما احتفظتوا به كيبقى زوين. المهم هذه الطريقه ديالي المتواضعه. دابا غادي ندوز نحضر معكم اسهل تكتوكه غادي تشوفوها، اسهل تكتوكه لذيذه وكتجي غزاله ما تشبعوش منها بطريقه سهله وبسيطه غير معقده. غادي نحضر معكم واحد تكتوكه. تكتوكه كتجي سهله وبسيطه، غادي ناخذ هذا الفلافل هذه ديال اللي كناخذوه مع الاطراف، كتكون حلوه وما كتكونش حاره وكتكون هكذا رقيقه. غادي نحتاج واحد الكميه، غادي نحتاج واحد الحبه ديال الطماطم اللي تكون كبيره، وغادي نحتاج شي دريسات ديال الثوم، وغادي نحتاج شويه ديال القزبر المدلوس وشويه ديال القزبر حزيمه حزيمه شويه شويه. غادي نقطع كلشي وغادي نرجع معكم.
كندير داك الفلفله هنايا، كنقطعها بحال هذا الشكل، هذا على شكل دوائر. كندير شويه ديال الزيت، الزيتون الا كتبغي شويه زيت الزيتون باش كتجي زوينه. طماطم قطعت على هذا الشكل مع القزبر ومعدنوس والثومه. غادي نوضع كل شيء من الفوق بحال هكا، وغنرد التوم. بالنسبه للتوابل غادي ندير الملح، الكمون والتحميره، هادو هما التوابل اللي غادي ندير. غادي نضيف شويه ديال مطيشه ديال الفرن، غادي نضيف شويه ديال الماء صافي، وغادي نحركها بحال هذا الشكل هذا ونخليها طيب. الاول غادي نخليها طيب حتى تهبط لي داك الفلفله تولي كتهبط، ومن بعد عاد غادي غادي نضيف، يعني نبقى نخلطها شويه شويه حتى كتعسل وكتجينا تكتوكه على حقها وطريقها، طريقه سهله ومبسطه. تكتوكه في الاخير ضفت لها واحد المزيود احمر كيف ما كتشوفوا معايا، كيجيب هكا داك نسمه الحراره الا بغيتو. قطعت واحد المزيوده حميمره وصافي، وضفتها حتى هي شحرتها معها وكيجي بحال هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوز نحضر معكم الفول خضر، الفول خضر اللي كنفوره، كاين اللي كيسميه الفول مشرمل وكاين اللي كيسميه الفول المدهوس على حسب المناطق. حتى تخليولي في التعليقات البنات شنو كتسميوه نتوما. دونك غادي ناخذ هذا الفول هذا وغادي ننقيه، غادي نحيد له داك الجوانب ديالو، كنقيو له داك هذاك الخيط هو اللي كيجيبو قاصح. دونك هذا الخيط كنحيدوه له بحال فاش كنكونوا كنقيو لاغيكو، كنحيدو وهانتوما كيف ما كتشوفوا ضروري نحيدو له داك الخيط هذاك، وكنقسمو ونخليه هكذا بحال اللي كنحسب جوج فولات وكنقطع بحال هذا الشكل هذا. ما غاديش ننقشرو، ملي كيكون عندكم الكميه كبيره ديال الفول بحال الميكاكاو في المغرب وكيكون رخيص بزاف، شي كنخشرو كنخليو له الفول بوحديتو، والبقيه كنخليو لها هكا بالقشره ديالها. دونك انا عندي كميه قليله، غادي نخليها كلها بالقشره ديالها وغادي نبخرها، حيت هذا الفول هذا طري، يعني واخا غادي نبخرو هكذا بالقشيرات ديالو غادي يجي زوين وغادي يجي بنين. غادي نكمل هذا التقشير ديال الفول، بطبيعه الحال غادي نغسلو وغادي نبخرو في واحد البريمه اللي صغيره، يعني من ضروري غادي تبخر هذا الفول ما تسلقوش ولا شي حاجه باش ما كتمشيلوش داك الفيتامينات ديالو. غادي نوضعو فهاد البريمه، عندي هادي خاصه غير كنبخر فيها بحال هكا الا كنت غندير الدنجال ولا شي حاجه ولا كذا الفول، وكندير واحد الفيلم اليمونتيغ كنحطو عاد كندير الغلاقه باش هكذا داك البخار كيبقى على داك الفول وكيطيب دغيا دغيا كيتبخر. غادي ناخد شويه ديال القزبر، فقط القزبر ماشي المعدنوس، فقط القزبر وشي دريسات ديال الثومه حوالي 3 على حسب الكميه ديال الفول اللي عندكم، كنضيف عليها مليحه وكندقها في داك المهرز هذاك. كيعجبني انا الشرموله ندقها في داك المهرز، ما كيعجبنيش نطحنها في الاله الكهربائيه. صافي غادي نوضع مقله وندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، وغادي ندير داك الشرموله اللي طحنتها اولا اللي دقيتها غير تشحر هكا غير شي شويه وصافي. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الكمون، واحد ربع معلقه ديال التحميره، التحميره ما تكثروش منها باش هكذا ما تجيكمش داك يعني ما تجيكمش خايبه المذاق ديال الفول، باش يبقى لنا المذاق على الفول على يعني على طبيعته. صافي من بعد غادي نخوي داك الفول في هاد المقله هادي، وغادي نبقى هكذا نديها ونجيبها في المقله، وفي نفس الوقت كنبقى نضغط عليها بداك الملعقه الخشبيه حتى كيخرج داك الفول من داك القشور ديالو، هكذا كيجي مدهوس كيف ما كنسميوه فول مدهوس، يعني كيجي زوين وكيجي بنين. هذه الطريقه ديالي انا المعتمده اللي زعما كنديرها دائما، وصراحه كيجي زوين ما تشبعوش منه. صافي وحضرت شليضه مغربيه ما كاينلاش عاد نشاركها معكم، اللي لا سلطه مغربيه اللي كنديروا بالخيار ومطيشه والبصيله وشويه المعدنوس وشويه الحامض والابزار ومليحه وزبيته، ما بغيتش نشاركها معكم. كان عندي واحد الفليفله هكذا مرقدين حتى وما حطيتهم، وصافي وغادي نحط يعني الطبق اللي شاركت معكم الرئيسي اللي هو الدجاج المحمر اللي صراحه كيجي غزال. فاش كيطيب البنات الدجاج كيتحمر، دابا غير ما دايرهش انا الاضاءه داكشي علاش ما كيبان لكمش داك اللون غزال اللي كيجي داك اللون الذهبي. صافي غادي نبقى نحطو هكذا في صحن التقديم، وداك المريقه البنات كتعاودوا تخويوها في الطنجره وكتبقاو تدغمروها تدغمروها وانتم كتحركوا حتى كتعقد، نتوما كتحكموا في القوام ديالها. بغيتوها تبقى لكم هكا شي شويه بالمريقه بحال اللي كنخليها انا على حساب وليداتي، كتعجبهم المريقه الا نشفتها، ما كيعجبهمش الحال كيقول لك فين هي المريقه.
الا بغيتو تعقدوها كتخليوها تزيد كتقلى وصافي، وكتشرب وكتجيكم داك المريقه واقفه وداك اليديمه ديالها كتبان. انا على حساب وليداتي كنخلي لهم فين يغمسوا، لان عندهم هما الطاجين هذا كله هو التغمس، الا ما غمسوش درتي لهم داكشي ناشف ما غاديش يعجبهم الحال. صافي هكا كيجي الطاجين ديالي، وكتزينوه بالحامض مصير وهكذا داك السيترون خويته وعمرته بالهريسه هكذا اللي بغى الهريسه. هنا وليت البنات بدلت الطبسيل اللي حطيت فيه، جاني شويه مضيق لان كان عاد خصني نحط معاه البيض، وداك الطبسيل جاني صغير شي شويه على هذا. صافي وليت بدلت الصحن اللي حطيت فيه، حطيت هذا ديال الطوس ودرت فيه الدجاج وزينته بالحامض مصير، ودرت كذلك البيض مسلوق، تقدروا تضيفوا كذلك اللوز محمر يعني مسلوق ومحمر، وانتم على كيبقى لكم كامل الاختيار كيفاش ديروا. كيفاش كتشوفوا تكتوكه والفول المدهوس جاو غزالين وبنان. وصافي الشلاش اللي دار المغربيه اللي كتعرفوها كلشي كيعرف يحضرها، والخبيز ديال الدار اللي كيجي اكثر من رائع. التحليه غادي نشاركها معكم ان شاء الله في شي فيديو اخر، لان كندير المونتاج ولقيت هاد الفيديو جات طويله بزاف، ما نزيدش نطول عليكم. وكنقول لكم عيد مبارك سعيد، يلقاكم الصحه والعافيه ان شاء الله واتم الاحوال. تبقوا على خير، وإلى وصفة جديدة وفيديو جديد إن شاء الله.